هنعمل كفتة الفراخ النهاردة في القلاية الهوائية. علشان نعملها عايزين كيلو من الدجاج المفروم، عايزين واحد بصل، واحد فلفل أخضر، 6 فصوص ثوم مفرومة، ربع كوباية كزبرة خضراء، ربع كوباية نعناع، معلقة صغيرة من كزبرة ناشفة، كركم، زنجبيل بودرة، بابريكا، كركم تاني وكمون، وعايزين معلقتين كبار زيت، وهنحطها دلوقتي مع بعض في الاير فراير. طيب اول حاجه عايزه اقولها، الفراخ بنقدر ان احنا نجيبها عادي صدور فراخ من المكان اللي هنشتريها منه، وبعد كده بنحطها احنا في الكبه، بس اهم حاجه ما نفرمهاش زياده عن اللزوم، لان لو فرمناها زياده عن اللزوم هتبقى عامله زي الكريم ومش هنقدر نمسكها بايدينا. فاول ما بنلاقيها اتفرمت بنوقف على طول، يعني ما بنفضلش مكملين، لانه هيبقى صعب جدا ان احنا هنمسكها، وهنضطر بقى نزود لها بقسماط وحاجات تانية هتغير من طعمها. دلوقتي احنا عندنا البصل، بس انا هحطه برضو في الكبة عشان يبقى شوية انعم، علشان احنا عايزينه ناعم مش عايزينه كده تختوخ شوية. هنحط كمان معاه الفلفل، وهنحط كمان معاه لو حابين تحطوا فلفل حراق بتقدروا تحطوا فلفل حراق. نحط برضو معاه شوية من البقدونس، وهنحط كمان شوية نعناع. طيب احنا حطينا الفلفل والنعناع والبقدونس والبصل في محضرة الطعام، ودلوقتي خليني بس اشيل دي ورا، هنحط الكلام ده كله على الفراخ عندنا هنا. هنحط بقى التوابل بتاعتنا، واي حاجه انتوا مش حابينها من الحاجات دي ما تحطوهاش. هنحط شويه ثوم، كركم، زنجبيل، كزبره ناشفه، كمون، بابريكا، وملح وفلفل. ناقص نحط دلوقتي بس معلقتين كده تقريبا من الزيت، علشان يعني الفراخ بتبقى شوية اللحمة بتاعتها ما فيهاش دهن، فبتبقى عايزة تطرى شوية علشان ما تنشفش مننا. هنقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه. خلينا نفتح دي، وهجيب ورقة زبدة هنحطها كده هنا علشان الدنيا ما تبقاش يعني تفضل الاير فراير بتاعتنا نظيفه. طيب بصوا بقى شكلوها زي ما انتوا عايزين، احنا ممكن نعملها كده ونحطها في الاير فراير بتاعتنا، شكلوها بالشكل اللي انتوا عايزينه. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هاخدها بصوا، طبعا كل واحد عنده الاير فراير بتاعته والتعليمات بتاعتها ازاي بتقدروا تحطوها والبرامج اللي فيها. انا عامة بتتحط هي 20 دقيقة، من 18 ل 20 دقيقة على درجة حرارة 180، وبتطلع معانا ممتازة. تحبوا قبل ما تشغلوا كمان الاير فراير تدهنوها بشوية زيت زيتون على الوش، برضو بتطلع ممتازة.